لازم توازن فكرتك في الموت، تفهم بإن الله غفور وكريم، بس انت طبعا تجتهد وتكون في الدنيا عايش ملتزم وسليم. ما تعيش يائس من حساب الله، وما تعيش تغلط ضامن انه رحيم. في ناس تعيش الدنيا عرض وطول، ويقولوا لما نموت هيرضينا، لو مهما نغلط في الحياة راجعين عليه وساعتها يغفر كل بلوينا. الفتنة صعبة وكل شيء جايز، والعبد يغلط عادي شيء جايز، وانا لو غلطت في قلبي مش عايز، والمولى عارف كل شيء فينا. متعشمين في المغفرة ازاي هيخزينا، وفي ناس تشوف ربك بعيد والجنة مش ليهم خلاص، ارتكبوا ذنب وعاشوا بيه ومستنيين يوم القصاص، وكأن رحمة ربنا مش هيشوفوها في عمرهم، وكأن رحمة ربنا من المستحيل تقبل بعاص. ولا دول شافوها بشكل صح ولا دول كمان. الفكرة تسعى وتجتهد مع عشمك إن الله معاك، ولا تفتكر ذنبك بسيط ولا تفتكر ذنبك هلاك. في النص بين كونك صحيح وبتشتغل على آخرتك، وما بين يقين في الله كبير إنه هيغفر لك هناك. الأصل تتوكل ما تتواكلش، تسلك طريق الصح والخير والإيمان، جواك يقين كامل بإنه القرب من ربك أمان. على قد ما هترضيه هيرضى، وكل ما تميل يعدلك، بس انت تجمع من رصيد اللي يزيد كف الميزان. في الآخرة هتلاقي اللي واقف والفرح باين عليه، وبرضه هتلاقي اللي خايف والندم ساكن عينيه. ده سعى وعاش واجتهد علشان ينون كرم الإله، وده وقف ثابت مكانه ما خدش غير ذنبه في إيديه.